يعني حتى هذه اللحظة نحن لا نتلقى رسائل تفاوض، لكن نتلقى كل يوم رسائل القتل والتهديد و يعني التوصيف بالإرهاب والإجرام. زيارة أشتون كانت ليها مؤشرات كتيرة قوي أن من الواضح أن الحل اللي كان بيلجأ ليه الإنقلابيين باستخدام الأمن واستخدام العنف ضد المتظاهرين لم يأتي بأي نتائج ملموسة على أرض الواقع، بل زاد الأمر تعقيدا. فأصبح من الضرورة الآن أن يكون هناك محاولات للحل الدبلوماسي والسياسي. خوالي في 10 أواخر رمضان